نشوفكم في آخر فقرة النهاردة في الأهلي الليلة، زي ما استقبلنا يارا ياسر نجمتنا في الجمباز في نادي الأهلي، بنستقبل كابتن كبير عندنا ولسه يعني قدامها إن شاء الله تحقق بطولات كتيرة للنادي الأهلي ومصر بإذن الله. بستقبل ريما أحمد عبد الله بطلتنا الحقيقة فضية الشباب في ساحل العاج. ريما منوراني. بنورك يا كابتن، شكرا. بطولة ما شاء الله، أول ببارك لك على البطولة، كانت بطولة كبيرة، لكن بنتي وبتلعب رامي قرص، يعني وصلتي زي الملعب ده؟ هو كنت عادي يعني، بابا وماما عايزين يخلوني ألعب رياضة كويس، ففي النادي بتمرن، كنت بتمرن تنس، فشافني مدرب. مين بقى؟ تفتكري طبعا. اسمه كابتن إسلام. كويس. قال لي يعني انه انت هتبقي بطله في العاب القوه وكده وجربي وكده، فحبيت ان انا اجرب يعني. ما كنتش اعرف يعني ايه العاب القوه، مش عارفه بقى العاب القوه اساسا اصلا. بعدين بدات، هو يعني شاف ان انا هبقى كويسه في الرمي، فوداني لكابتن عيد. كابتن عيد حسين. هو طبعا ليه فضل كبير جدا اللي انا وصلت له ده، وغير كده هو اللي خلاني احب الرياضه دي يعني. هو كان من وانا يعني طفله 9 سنين كان بيقعد يقول لي انت هتبقي بطله كبيره، هتبقي بطله عالم، هنشتغل كتير جدا علشان تحققي حاجه كويسه. كان دايما بيوريني مثلا نماذج من عندنا، مثلا لعيبه او كده، يقول لي في يوم من الايام هتبقي زيها او زيه كده. فخلاني يعني اخلي الرياضه دي اهم حاجه في حياتي يعني. اكيد الرياضه مهمه للبنات والولاد. ايوه. لكن لما تروح الرياضه مرهقه وصعبه، هو اللياقه وصالات حديد والبنت وطبيعه المصريين يعني حاجات مختلفه، ازاي؟ وبابي سباحه يعني صح؟ أيوه صح. بابي برضو ووتر بولو، حاجه جميله يعني. يعني حاجه جديده، لعبه جديده ومختلفه، وبعدين بتجمع بين حاجات كتير يعني زي حضرتك قلت، يعني فيها فتنس وفيها رمي وفيها حديد، اكتر من حاجه بتخلي الواحد يعني ما يزهقش يعني، في اكتر من حاجه بيعملها، مش هيزهق يعني. بقول لك صراحه، بابي كره ميه، كابتن كبير في كره الميه، وبرده جريتي منه من ملعب السباحه وجريتي منه من مجمع السباحه ورحتي على ازاي عملتي ده من صراحه ما فيش حاجه بصراحه. بالعكس، بابا ده يعني على طول اي حاجه احنا عايزينها بيعملها. جميل. هو جميل طبعا طبعا. طب رحتي جريتي هندسه عشان خاطر بابا ولا ايه؟ لا، هو الصراحة أنا كان نفسي في فنون جميلة، بس ما جاتليش، فعشان كده رحت هندسة قسم عمارة يعني. بالعكس، بابا كان اللي هو أي حاجة أنت عايزاها تخشيها، مش ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة يعني. ما رحتش كلية هندسة عشان خاطر بابا مهندس؟ لا لا لا، ما حصلش ده، ما فيهوش مشكلة خالص. طب إزاي النهاردة وقت تدريبي كبير، كلية هندسة كلية عملية جدا، وفي نفس الوقت كمان عمارة، فالموضوع الوقت كبير بتاخديه في هندسة أو قسم عمارة، ازاي بتوفقي بين الاثنين؟ مبدئيا يعني الدكاتره في الجامعه عارفين ان انا بلعب رياضه وان انا يعني عندي تمرين وكده، فبيساعدوني كتير جدا يعني. لما بيبقى في مثلا تمرين، في بطولات، في كده، اي حاجه بتروح عليا بيعوضوها لي وكده. فالدنيا ماشيه يعني الحمد لله يعني. بس موفقه بين الاثنين. الحمد لله. بتمرني صحب بعد الظهر وبتمرني مره واحده في الصيف. بتمرن صبح وبعد الظهر، وفي في الدراسه الايام اللي بيبقى فيها اجازه من الجامعه ممكن اتمرن الصبح، ولكن التمرين بعد الظهر دي على طول شغال. بكلمك بصراحه صح؟ صح. طيب، العاب القوه من وجهه نظري مش واخده الاهتمام الكبير في مصر، مع انها في العالم هي من اكبر العاب في العالم. دي حقيقه، بس ممكن ده علشان يعني هي يعني مش ما فيش مثلا نوادي كتير قوي في بتهتم بالعاب القوه، ما فيش مسابقات كتير قوي في مصر يعني، دايما الاعداد بتبقى محدوده فيها. فعشان كده يعني مش. طب عايزك بس تبصي على الصوره دي تقولي لي ايه الصوره الجميله دي. ها. ده انا في بطوله افريقيا اللي فاتت. يعني كان صراحة ما كنتش مصدقة يعني، عشان صراحة تعبت جامد قوي عشان توصلي للميدالية دي. لا، ما دام تعبتي يبقى لازم اعرف الميدالية دي ازاي عشان توصلي للميدالية. هقول لك الميدالية دي جت بعد ما انا كنت توقفت فترة عشان ثانوية عامة. فتقريبا راجعة للتمرين من الصفر، لانه يعني ثانوية عامة دي سنة. طبعا ما توقفتش سنة، بس
يعني شهور. شهور. فمش سهل خالص ان الواحد يرجع. وغير كده كان اساسا مستواي قبل ثانويه عامه كان حصل فيه هبوط، فكنت محتاجه شغل كتير جدا. بس الحمد لله يعني اشتغلت فتره اعداد كويسه يعني، ورجعت لي مستواي في فتره مش كبيره قوي الحمد لله. و ريما، فترات الاعداد بتكون فترات صعبه، صعبه جدا كمان. مين اللي سرد معاكي فتره الاعداد دي؟ يعني مين اللي عمل البوش القوي ان انت تكوني ترجعي في وقت صغير وتطلعي بطله اصلا؟ طبعا يعني بابا بيتكلم معايا كتير جدا علشان يعني يخليني ان انا ما احسش ان انا يعني اللي هو الياس، سنه الياس دي اللي بتيجي، اللي هو عنده روح النادي الاهلي بقى. طبعا هو اساسي، عنده روح النادي الاهلي، بيموت في النادي الاهلي، محتاجه شغل كتير بقى وكده. وانا الصراحه بحب اللعبه دي جدا، ومش عايزه ان انا يعني ما كنتش عايزه ان انا ابطلها، لانه انا حاسه انه لسه بدري جدا، وانا نفسي اوصل لاكتر من كده يعني. انا لسه ما حققتش اللي هتوصلي فين. يلا بينا، الطموح اللي جاي فين؟ يعني عايزه توصلي لفين، او ايه اللي انت حققتيه ولسه عايزه تحققيه؟ الحمد لله يعني دلوقتي ابتديت اللي هو ايه، خلاص مستواي رجع والحمد لله، رقم شخصي جديد. عايزه بقى الفتره اللي جايه اعمل يعني رقم مصر جديد ان شاء الله، ابدا بقى انافس بره كده. بتفكري تفكيرك اللي انت تعملي ده هتوصلي ده ازاي؟ تدريب واصرار بس، هما الاثنين دول. بطولات كتير عدت عليكي في حياتك، اكيد في بطوله كانت مميزه بالنسبه لك وبطوله مهمه في حياتك، ايه اهم بطوله في حياتك؟ البطوله اللي فاتت دي كانت مهمه، لانه كانت يعني ثقه، يعني بترجع لي ثقتي في نفسي. بس دي كانت اهم بطوله يعني. دي كانت اهم بطوله بالنسبه لك. شاركت في بطولة عالم قبل كده، بس يعني علشان يعني عملت رقم تأهيلها، التأهيل بتاعها قبليها بشهر، ما كنتش جاهزة. لما سافرت هناك ما عملتش اللي أنا كنت عايزة أعمله، فما اتبسطتش قوي، بس اكتسبت خبرة يعني، شفت لعيبة، شفت تمارين، شفت منافسة، فكانت كويسة يعني، كانت حاجة كويسة، خبرة كويسة في حياتي. الخبرات اللي اكتسبتيها دي في الوقت الصغير ده في بطوله عالم، لما ترجعي تاني بطوله العالم هتكون فين ريما عبد الله؟ يعني اتمنى ان هي تكون من الاوائل يعني. من الاوائل. طيب قولي لي كده، هرجعك شويه لصاله الحديد. والبنت بتلعب حديد واصحابك، الحقيقه انت عارفه كلها بقى البنات فبيتكلموا مع بعض، تخش صاله الحديد ازاي؟ ما ينفعش يعني، احكي لي الموضوع شكله ازاي؟ يعني بيحصل تواكب ازاي جوه الكليه عندك؟ واكيد كلهم عارفين انت بطله كبيره. الصراحه يعني انا اعرف ناس كتير قوي بتقعد تقول لي احنا نفسنا يعني نلعب رياضه، كان نفسنا جدا فعلاً. نبقى كده يعني. فكره الحديد للبنت يعني هي مش حاجه مضره، بالعكس يعني. احنا مش بنعمل بقى بودي بيلدينج بقى وكده، لا يعني احنا بس انا بشوف ابطال العالم بصراحه بودي بيلدينج، ما اكذبش عليك يعني، بتفرج عليهم في الاولمبياد بلاقي حاجات. أيوة. كده برضه يعني اجسام وعضلات وكده. ايوه بس يعني برضه ما وصلناش لمرحله البودي بيلدينج يعني. اللي هو احنا بنطلب علشان يعني ناخد اللي احنا محتاجينه عشان نرمي بس. عشان ترمي. طب انا كنت في صاله الحديد وانا لعيب هاندبول قبل كده، وانا في صاله الحديد بزهق. ازاي بتقعدي ساعتين ثلاثه تتمرني مع نفسك لوحدك؟ التفكير، انا عايزك تقولي للناس التفكير اللي انت بتفكري فيه عشان الاصرار اللي عندك والعزيمه القويه جدا انت عشان تبقي بطل، عشان كل اللي بيشوفك اكيد عايزين يلعبوا زيك اكيد النهارده. يعني انا اللي بفكر فيه انه من غير ده مش هوصل اللي انا عايزاه. بس ما حد يعني لازم تعب، لازم اتعب. اشتغل، اكمل شغلي للاخر، حتى لما بتعب او بحس انه مش قادره اكمل. طبعا الكابتن بيقعد اللي هو عاش وكملي وما تقفيش، علشان ايه يعني ما استسلمش للتعب يعني. اي حد لما بيتعب بيحس انه خلاص بقى يعني اريح وكده، بس دايما لما بيبقى عندك هدف لازم تتعب جامد عشان توصل له يعني. هريحك شويه من الرياضه وهكلمك على الاسره، سيف، ادم، عبد الله، صح كده؟ ترتيب مظبوط ولا ترتيب ايه؟ سيف، عبد الله، ادم، مظبوط كده؟ قولي لي، البنت الوحيده في البيت في وسط اربعه ببابا، الوضع شكله ازاي؟ بيسبورتوا ازاي الامور معاكي؟ وهما بيلعبوا ايه كمان؟ سيف اخويا الكبير بيلعب بوتر بولو. تمام. عبد الله بيلعب سكواش وبولينج. كويس. ادم يعني حاولنا نخليه يلعب اكتر من كم رياضه. كم سنه ادم؟
ادم 12 سنه. ده اللي مش قادر عليه صح؟ مش قادرين عليه خالص. بيعمل معاكي ايه ويجي يشجعوك ازاي ليه في البطولات بصراحه؟ الصراحه يعني انا بطولات بتبقى في مصر هنا دايما يعني اغلبيتها بابا اللي بيجي معايا. تمام. بس لما بيعرفوا ان انا حققت حاجه او كده بيعمل ايه في البيت بقى؟ يا بيهيصولي بيهيصولي ويشجعولي وكل حاجه. تروح ملعب الكوره مع بابا؟ كره قدم لا. ليه؟ كلنا بنشجع النادي الاهلي وبنموت في النادي الاهلي. طبعا يعني بتشجعي تلفزيون بس؟ اه. ما تروحيش ملعب الكوره؟ لا زمان خالص كان عمي هو اللي بياخدنا دايما الملاعب. الملاعب. قولي لي مين مسك الاعلى في الرياضه؟ كمصريين يعني وكده؟ في المجال بتاعي طبعا في اتنين طبعا لا يعلى عليهم اللي هو كابتن مصطفى الجمل وكابتن ايهاب عبد الرحمن. عامة في اكتر من حد بقى، في كابتن محمد ايهاب مثلا رفع الاثقال ما شاء الله عليه، ربنا يوفقه ويكرمه يا رب. اكيد بطلنا كبير اكيد. قولي لي مصطفى الجمل اتعاملتي معاه قبل كده؟ يعني مرنتي معاه؟ بتروحي له تتفرجي عليه بيعمل ايه ولا؟ في الاستاديو بيبقى موجود يعني. بالنسبه لي هيبه يعني. بتتابعيه؟ مش بتابعه قوي يعني، بس اللي هو موجود يعني. بس هو لعيب في النادي الاهلي؟ ايوه، بس يعني مثلا لما ببقى متواجده في الاستاد وبيلعب ماتش بنتفرج وكده. قولي لي في العمر التدريبي ده اكيد في مدرب مأثر معاكي جوه حياتك التدريبيه، اكيد في حد أثر معاكي مهم جدا. كابتن عيد. كابتن عيد. ما اتمرنت معاه 10 سنين 9 سنين او 8 سنين في حياتك. في حياتي. تقولي لي كابتن عيد على الهواء. شكرا جدا بجد، يعني من غيره تقريبا ما كنتش هبقى لسه في اللعبه ولا لسه بكمل، لان هو بجد زرع فيا ان انا اللعبه دي هي اهم حاجه في حياتي بجد. اخلص لها من قلبي واعمل اي اتمرن بروح. هو اللي خلاني اتمرن بروح. هو اللي خلاكي تتمرني بروح. تطلعي بطله وتطلعي مهندسه؟ بطله مهندسه. ده بطله عشانك ومهندسه عشان البيت. صح. مين في الوقت الاوقات اكيد في وقت الرياضه، انا بابايا جه واحد قال لي بطل رياضه انا مهندس. فقال لي بطل رياضه خليك في مهندس. هل ده حصل معاكي ولا خالص؟ بالعكس. يعني تقريبا بابايا اللي هو ايه الجامعه طبعا لازم اروح واتابع واجيب جريدز الحمد لله. بس الرياضه بابايا يعني دايما التمرين عامل ايه، اخباره ايه، محتاجه ايه، كل الحاجات تقريبا اللي بحتاجها عشان الرياضه على طول. ما بيقولش على حاجه للرياضه لا. خلينا نخرج من المستوى المحلي المستوى المصري نطلع على المستوى الدولي والعالمي. عندنا ابطال ولاد، ليه ما عندناش سيدات؟ علشان هنا في التفكير العربي بقى الشرقي والبنات لازم لما تتجوز بقى تقعد وما تتمرنش او كده. بره لا، بره ممكن تبقى مثلا ام لمثلا ولدين وبتتمرن وبتكسب وبتنافس وكل حاجه. عندك طموح ده؟ طبعا. مش طموح لا ينتهي؟ طبعا. عايزه توصلي لمرحله كبيره جدا. شايفه ان انت ممكن تحققي ميداليه اولمبيه؟ يا رب. ما حدش يعني بنتمنى. لكن اكيد في طريق انت بترسمي لنفسك. بنرسمه بس صعب. صعب لانه احنا مش زي بره يعني. بره بيبقى عندهم امكانيات وعندهم اهتمام بكل حاجه. احنا هنا اللي بيوصلنا بيبقى الاصرار والتمرين بس. يعني بره بيبقى ليه اكتر من حد متابعه واكتر من حد معاه، بيبقى ليه دعم اكتر من هنا شويه يعني. بصراحه بتكلم على رياضه السيدات في العاب القوى، طالبه ايه من وزاره الرياضه كوزاره الرياضه؟ انا عارف النادي الاهلي موفي حاجات كتيره لعيبته، لكن طالبه ايه من الدوله في الوقت اللي جاي؟ تقول لهم ايه؟ تقول له ايه النهارده لوزاره الشباب والرياضه او اتحاد الالعاب القوى؟ تقول لهم ايه كواحده بطله كبيره في افريقيا زي ريم عبد الله؟ مش عارف الصراحه، بس اللي هو يعني احنا بيبقى محتاجين بس اللي هو دعم بس. لكن يعني احنا مش بحس ان احنا مثلا يعني احنا محتاجين اهتمام بس. اللي هو حد يبقى متابع شايف الدنيا ماشيه ازاي، يهتم بالناس الصاعده، يهتم من تحت كده بس. عندنا لعيبه الكوره اكيد السوشيال ميديا طاغيه جامده جدا. هل معاكي سوشيال ميديا برضو الناس بتتابعك في بطولتك وبيباركولك وكده؟ يعني مش ناس كتير يعني. مش هكدب، بس في يعني في البطولات الدوليه في اكتر من حد. في اكتر من حد. كلمة أخيرة للأسرة الكريمة، تقول لهم إيه في حياتك الرياضية وعايزة إيه منهم في المرحلة الجاية كمان؟ يعني أنا يعني عايزاهم يفضلوا زي ما هم دايماً في ظهري وبيدعموني إن أنا أبقى كويسة. بس ويعني
واسرتي دي مش بس بابايا ومامتي يعني النادي الاهلي بمدربينه بجهازه بكل الناس يعني بجد الدعم بيدوني دعم نفسي كبير يعني بجد. مبسوط جدا جدا ان انت كنت معايا النهارده وحاجه مشرفه جدا وانا عارف ان انت ان شاء الله من بطوله افريقيا لبطوله عالم وان شاء الله على الاولمبيك جيمز قريبا باذن الله. ان شاء الله. ميرسي يا ريما كنت معايا النهارده وباذن الله اقابلك قريب ان شاء الله باذن الله. كده يعني النهارده بنبارك لريما على فضيه بطوله افريقيا ونقول لها ان شاء الله باذن الله هنكون معاها قريب باذن الله في بطوله العالم وان شاء الله في الاولمبياد. في اخر الحلقه بشكركم والى اللقاء.